بنحييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعونا، وقبل ما نتابع فقرات برنامجنا رح نلقي نظره على عدد من ابرز البرامج اللي عم تابعوها على شاشتنا. من الاثنين للجمعه الساعه 7 لربع المساء انتوا على موعد مع احداث جديده بالدراما الاجتماعيه الرومانسيه يا ريت، اللي بتضم مجموعه من ابرز نجوم الشاشه اللبنانيه والسوريه، بذكر منهم ماكسيم خليل، ماجي بوغصن، قيس الشيخ نجيب بمشاركه الممثله القديره منى واصف، باميلا الكيك، جوزيف بونصار، نهله داوود، ووسام حنا، وجوه كلنا بنعرفها ومنحبها. اكيد عده قصص متشابكه بهالعمل اللي حقق نجاح كثير كبير السنه الماضيه لما شفناه خلال شهر رمضان المبارك. خلينا نشوف هالمشهد من شو عم بيصير بيا ريت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. العمر إلكم ويجعل مسواها الجنة إن شاء الله خاتمة الأحزان. تعيشي يا أختي، البقية بحياتك. يا حوي هون ربي. قال لي إنه نايم لبكرة بسوريا. بس يا حوي هون. ممكن يكون في عنده سبب تاني لحتى يكذب عليكي، مو شرط يكون عم يخونك. يا رب. طمني بابا، ان شاء الله الامور كانت ميسره معكم. الحمد لله يا ابني، الحمد لله. طيب، في سيارتين ناطريكم بالكراج اللي برا المستشفى، رح يطلعوكم على الضيعه، ومجد رح يبقى معي، وانا بكره بطلعوا معي لفوق. وليش مجد بده يضل هون؟ انا عاوزه. وين بده ينام من غير شرف؟ عمتي نحن ببيروت هون، في 100,000 اوتيل، اكيد ما رح نايمه بالشارع. يلا تيسروا انتوا، انا تاخرت عندي موعد. يلا اخي. يلا اختي يلا. بيبارك بحالك لا تخاف ابي. يسلم يسلم يا ابني. الله يخليه لي اياك. الله يحميك. كيفك مجد؟ منيح. سيك هدول سيك هدول 1500 دولار، روح خد لك شي غرفة بالأوتيل، عشا، انبسط، عيش حياتك يعني. بس عمي هدول كتار، يعني أهلي أولى فيهم. لا تفكر بحدا هلا، فكر بحالك وبس. حتى بأمي وأختي ريم. الأحداث مثل ما شفتوا مشاهدينا عم تتطور بالدراما الرومانسية يا ريت، تفاصيل أكثر بحلقة الليلة الساعة 7 لربع المساء على الام تي في. أما بعد الأخبار فأنتوا على موعد مع سهرة بتبدأ بأجواء كلها مواقف طريفة ومسلية مع حلقة جديدة من ما في مثله، مع الفريق اللي دايما بضحكنا على مشاكلنا اليوميه بلبنان على مختلف الاصعده. خلينا ما في مشهد من ما في مثله، ولكن بركي بنشوفه بعد شوي. اما بعد ما في مثله رح نبقى مع حلقه جديده من حديث البلد برفقه الاعلاميه منى ابو حمزه، اللي رح تستضيف عدد من الوجوه اللي كلنا بنعرفها من مختلف المجالات الفنيه، بذكر منهم وزير الاقتصاد رائد خوري اكيد من عالم السياسي، الفنانه سابين، الكاتب مروان النجار، الأستاذ جهاد المر، وكمان أول شخص بالعالم العربي بيستخدم البارالايز روبوت السيد وسام ركز، رح يكون ضيف حلقة الليلة من حديث البلد. وكمان سابين سعد رح تخبرنا عن النورث أوتيزم سنتر بإهدن، بالإضافة لصديق البرنامج اللي كلنا بننطره ميشيل أبو سليمان. مشاهدينا هيدي كانت لمحة عن أبرز البرامج اللي رح تشوفوها الليلة على الام تي في. رح ناخد وقفة قصيرة ومنكمل حلقتنا.